السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، كيف حالكم يا رفاق؟ الحلقة 13. أهلا وسهلا. أي نعم عزيز المتابع، يا ساتر كده، هذه كده تسبيح. هذه عموما وقفنا عند الفتحة اللي دخلنا منها، اللي هي دي اللي ورانا زي ما انتم شايفين، والمنطقة باين عليها زي ما قلت لكم مرة كبيرة. قبل ما ادخل في التفاصيل، اللي ما شاف الحلقه اللي قبل روح شوفها. حاليا ايش؟ حاليا نبغى نكمل تفتيشنا ونشوف ايش الهباله اللي حتصير. يا ساتر، لا 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 لا. طيب في دروب شنيع، شايفين الشخصيه كيف تتحرك؟ لا اله الا الله. اقرب برسلي. اوكي لتصي. لا تقول لي دخل يدي. ايش هذا؟ جيسس، في كانها قطع لو شايفينها هناك كده على اليمين، وفي جثث. طيب جيسس نوبدي سرفايف حقيقه. ايه فعلا، صحيح صحيح، صدقت يا ابن الصحراء. طيب عموما في درج هناك، كنا شفتنا درج ما نقدر ولا شمالي. اوكي يس، بيرفكتو بيرفكتو اكزاكتو. هنا درج وهنا ايش؟ اوه ما في شيء. اوكي بازل. طيب معقولة نخليه يقطر؟ شايفين؟ اي والله. ديستيلد الكحول. اوكي سوينا مدري شو كحول، مدري ايش بو. خلاص كده ما بشيء، خلاص اخذنا الكحول، يلا وخارجين. المنطقة مشؤومة لكن ندفع الخير. ايش هذا؟ صديق وراجع ولا في شيء وراه؟ لا والله مكرمش اللعنة. Four keys in four locks, our barriers between life and death, four brothers and four bonds resisting to suffer the same fate. We have lost all humanity. الله الله. طيب الظاهر من اللي انا قاعد اشوفه خبرة المتواضعة في الالعاب اللي تسوق امها دي، انه كانه شعر، هذا اللي انا شفته، بس شعر مرة كئيب يجيب الاكتئاب. بسم الله. Damn, this door is locked with four locks. هنا اللي كان بيتكلم عنه في الورقة دي. اوكي الورقة دي. ايه؟ طيب وش صار؟ It must reason the water from I believe this in tanks. It must reason the water from it. ها؟ اصبر اصبر. Okay. Give it. No. لا حول ولا. طيب برجع ادخل المطبخ اللحظة. يا امي يا امي، هيا تطبخ. بسم الله بسم الله. اوكي مين ده؟ هذا حرف يمين اللي سمعنا اليوم كله، صح؟ هذا شكله انا. ايوه بسم الله. شوف وجهك، ويلي ذا الوجه، ويلي ذا الوجه. اوكي الطيور فجأة تحمسوا. يا عمي انا بروح سكة الطيور دول واجيكم. ون مينت. نشوف الباب هذا يصفي. خش 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 خش. سامي بالله
يوم يجيني واحد يرنني كف اعرف كيف. حاليا ما في ولا شيء، لسه بقول حاليا ما في شيء جاني اللي هو الكير ده اللي ينفخوا فيه blows a larger pair of. طيب هذا ما ادري حستخدمه فيش، بس انفخ هنا نار ما علينا. اوف يبالو مفتاح، ما نقدر نكسر امه. واحد يدور مضاربة وانت. طيب ما علينا، بس هو ده اللي ناقصين احنا. اضغط اوكي، طبيت النار بغلط. اوكي قاعد يسحب الباب على برا الوقت. لا 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 اوكي اوكي اوكي، لوهله حسيت انه حيفك. لوهله لوهله. عموما طيب خلينا نفك النور. ايه في عندنا اللي هو ده، اتوقع بالكير حنسويه. But fire won't be necessary if I don't know what I need to even for. Somebody turned on this oven. Sebastian, was that you? Where have you gone? اوكي ما علينا، بتسأل عن صاحبه فين راح. يا ساتر، الهاتش اللي كنت فاتحه ضغطت الزرار وقفلته بالغلط، بس ما ادري هو اللي انا سويته يعني صح ولا لا، ما ادري. جماعة الخير كنت ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش ده؟ بسم الله. ذكريات الادم ده، بس ايش الحركة الحيوانة دي اللي تخرج فجأة الفرن زي ما انتم شفتوا كده، صار مولع نار وما ادري ايش. ايوه سباستيان. ايوه نطلع نتفاجأ بحاجة تانية، اعرف الهبالة دي حقتهم. واخيرا واخيرا الحمد لله، من اول ساعة عشان ادور ايش اسوي. السلم اوكي، يصير يقدر ياخذ المفتاح او المقبض او اي كان ده يعني. الحمد لله. ايرون كي حق ايش؟ حق. اوكي بس ابيس ابيس فكريدي فكر بتاع حالي. اوكي نايس اوف يا جزمه يا نيل. اوكي ما علينا، حي الله. اوكي كاتسين. ايش؟ النور اللي عند ايوه. يا سلام. هذا شبح ولا لون؟ يا حبيبي يا حبيبي، هو ذا اللي ناقصينه. اوف
ايش هذا؟ They are coming to get you. Only the mirror can reveal them. Okay. To turn the mirror use L. Okay, L3. Once you see them, you'll have to finish them off by focusing line behind. Okay, 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 okay. Done. طيب R2 هاجم هذا بسم الله. يلا let. ول 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 اوكي اوكي فينو فينو ما انكر الموضوع يعني صح سهل بس في شوية توتر اوه تعال يا كلبي يا قلب يا كلبي يا قلب كنت بقول يا كلبي يا قزمة اللي انا راح بالي بعيد اوه اقوم اوقف يا عمي خلاص بس حلوين سيلفي مع الوحش يعني. طيب والمنطقة دي الساحة دي صار يطلع فيها اشباح تمام اوكي يلا نشوف ايش اللي بعده الشيء ده نفسي اعرف ايش اسوي فيه نفسي انزل بكبر بس عارف اذا نزلت حموت عشان كذا ما ابغى ها ايوه هنا صح انه كان الزرع في شيء نسويه ايش في؟ نقصه؟ يو نايس بوكويت اوف فلاورز والنعم حبيبي والله حتى انا احبك طيب اعتقد نروح نحرق الورد بنفتح الايرون كي اتوقع حق كل البيبان القديمه تعتقد انه حق كل البيبان القديمه بسم الله الرحمن الرحيم اوه المنطقه اللي كانت عند سباستيان هذا الباب ما فكيناه يعني يعتبر نيب ليش ذات كي فين هذا اي والله انه كي نجيب الكي الله يسلمك سيلفر كي اوكي صار معنا ايرون كي ودحين سيلفر كي باقي لنا كي واحد ونقدر نسوي اللغز اللي هو اللي فوق ارفع امه اوكي بسم الله الرحمن الرحيم ماشي اوكي نشوف ايش هرجة الباب ده افكه ولا هو ينفك الظاهر ان انا اللي حفكه ايرون كي كان بال حق الزرع ده معقول يزبط طيب خلاص لا تبكي علينا خلاص حبيبي طيب ما في شيء ثاني كحول مصدي اهم شيء كحول مصدي واو حامد طيب دوبي انا جيت عند الغرفه دي فكيت الباب مو فكيت الباب عفوا حطيت يدني عند الباب بدي اسمع صوت حشرات بس جيت بفك الباب اللي طلع لي نور احمر زي ما انتم شايفين في اليسار وما اقدر لما رحت هناك ما اقدر اطالع من الطاقه اشوف ايش فيه فبس اديتكم الزبده كده يو نشوف ده شربت قدك نايس انا اشوف في صوت ما في وش بسم الله
حلوي. طيب مكان حق داركنس. اوكي ايش هذا؟ ورقة؟ ورقة فيها كلام. The librarian blends someone written by brother ما في شيء؟ اوكي brothers won't stop doing اوكي قريت الورقة دي صراحة. الورقة يعني لما انا حسيت فيها شوية متعة لانه المنطقة اللي احنا فيها هي كنيسة اللي كاتبها واحد من اللي كانوا مساعدين الفاذرز او الاب تعرف ده البابا حقهم. نجيب الورقة دي old lantern. طيب فكانوا على اساس انه يبغى المفتاح، في مفتاح عند الفاذر وهو يبغاه اللي هو ده اللي كاتب النص، انا نسيت ايش اسمه. فيبغى المفتاح وما هو عارف كيف يواجه الفاذر لانه الفاذر بدات فيه زي اللعنه او زبد الشياطين بداوا يستقعدوا له. كان يدعي انه الاله حقهم يحميه وزي كده وكان مره خايف عليه وبس. ودحين قاعدين نقول انه isn't the right key. طب الثاني اوكي ما علينا. فعموما يعني هذا الموضوع بشكل عام وباختصار كذا بكون فهمتوا يعني الشرح عندي بيض لكن هلعو اوكي اوكي واحد من البيبان المقفلة برضو مفتح معانا بالسيلفر كي. طيب انا كاني شفت الورقة اقدر امسكها لحظة. اي والله page 1 from Abbott Diary and writing long how far must be stray if only. طيب معي انا نقول بسم الله. واضح انه في من الكلام ده اللي انا قاعد اقراه واضح انه في شغل نظيف. يا عمري مين ده؟ اهلا يا مرحبا. هوخ طب نجيك بعدين شويه كده اصبر لي بس شويه يعني ما يعني نايس اوكي بدون اصابات الحمد لله. ها ايش ده؟ قنبلة بس ما ادري اخذها ولا مش عارف. يا عمي امشي ايش بك؟ ماشي ايش هذا؟ كانه حق الابره كانه حق ابره البنج. هي لوز بارت يب شكله مننا حنجمع البارت حق الان. حسيت ورنش وسيفل. اوكي هنا حنجيب القطع وحنركبها. لقيت قطع للمسدس الثاني ما ادري المسدس الثاني القطعه الثانيه حقت المسدس ده حق آلة التخدير ما ادري شو. ودحين جينا عند المطبخ ما ادري شو ما نعرف شو اللي احتاج له بالضبط يعني. اوه يا سا بلودي هيل ذير از كي انسايد هيز تشيست. وات on earth did he do? Oh my goodness. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم هذا؟ لا أجل طيب أنا جمعت القطع كلها حقت المسدس. يا ليل إيش الفيلم الهندي ده؟ طيب نم 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 والله مطولين. طيب اول شيء خلينا نشوف كده المكبس. فين المكبس؟ تعال انت لا يا عم ايوه تعال حلوين كده. انا قاعد من اول اضغط في الساحه دي اللي انتوا تشوفوها اللي قاعده تلمع دي وطلع النقطة كلها فوق.
والله قعدت سنة قسم بالله. لا لا ما عليك كده فوق، المفروض كده هنا، المفروض كده يا جماعة ولا ايش؟ لا إله إلا الله، مستحيل كده يا جماعة. يا هو والله لا حول. يا رب عفوك ورضاك. لا إله إلا الله، إيش ده يا الله. وأخيرا وأخيرا والله طولت، على قد إني فهمت اللغز من أول لكن طولت، ما في شي راضي يركب. الله يقطعك يا شيخ، الله يقطعك. خلاص يا عمي امشي امشي. في وجهي، في وجهي كأنه يقول لي فين حتمشي فين. هذا حيطول قد كده كالعادة. اوكي ذات جريت. عارفين ايش جاء في بالي؟ اتذكرت اللي هو القفص الصدري اللي ناخذ منه المفتاح، فقلت اجي القي نظره عليه. اتمنى انه هو، لانه المرحله دي زقت في جوي بالمعنى الحرفي. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف اي بس دن. اوكي يا واد، لو انك بتسوي عملية قلب بعيد الشر عنكم. ايش في؟ ما ادري ليه حسيت لوحدي انه في احد حيطلع من ورا. ايش ده؟ برايرز اورنت كي. برايرز اورنت كي، اوكي هذه غرفة البراير القسيس. تعال 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 جيب هذا حقي. ها؟ ايش في؟ ما فهمت بس كده؟ يا ساتر مكسور وحالته. والله لو انك ايش سويت يا خاوي. في شيء ثاني؟ ما في؟ خير السلام عليكم يا جماعه. وانا ماشي انتبهت انه فينا يمين. شوفوا ويل لغز ثاني. يا ربي عفوك وارضوك. اوكي ايش الطبخه يعني؟ اوه حنقصقص من انفورميشن. قسم بالله تمزح، والخط يا دوب افهم منه شيء. ول 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 A B C D E F A B C D E F. خلنا نشوف A. فين ال A؟ Holy shit. هون من تفهم واجيكم. طيب يا جماعة والله ما أدري كيف ضبط، قسم بالله لا كلام مفهوم في الكتاب ولا أي شيء. صراحة من أسوأ الألغاز اللي سويتها. فين كمان أجي أحطها هنا؟ شكلها هنا أشوف. هاي تخيلوا وأنا قاعد أفرفر وما أدري، وفي النهاية طلع بس الوردة هذه أحطها في الكيس ده بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. اوكي ما علينا. يب يب مستحيل تعدي من هنا بدون ورد. ايوه شغل طباخين. ايوه بعد كده اوف. محلول مدري شو. عموما اتوقع حنروح نكبه في الزرع. فيب ليجو يلا
معناها بس. حلوين 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 حلوين. معقول طب نستخدم على طول يوز؟ يا ابوي واو. سنة تقول يا اخي. طيب ادو هنت ادو شيء والله حاجة تغبن. لكن يلا ما عليه. عموما زي ما انتم شايفين هذا اللي صار. ايوه انغبنوا انغبنوا مع حاجة تغبن. اوكي حلو حننزلها ونصير نشوف العمق قديش. يا ساتر كنت حنزل هذا كله والدنيا ظلام. اكيد الدارك نس كان حيبلع اتوقع. يب ما فيها كلام عاد. اوه نايس حبايب قلبي. هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى ان المقطع يكون نال الاعجابك. اتوقع الحلقة الجاية حيكون في حماس بما اننا فكينا البير، لانه تعرف مو مكان ظلام، والظلام دائما يكون فيه اللي هو الديفلز او الشياطين وزي كذا. فيب اتمنى يكون المقطع عجبكم. لا تنسوا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب الله يسعدكم. واللي تعرفوا يعني حب هالعاب الرعب وزي كذا فارسلوا له شاركوا المقطع. وبس حبايب قلبي، كان معاكم حامد من قناة لوغاريوس. السلام عليكم.